السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. يستعد الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين لإكمال إجراءاته قبيل حلول موعد المغادرة إلى الديار المقدسة، وقد بدأ الحجاج المدرجة أرقامهم ضمن الفوج الأول في إكمال الإجراءات النهائية، حيث من المقرر أن يغادروا العاصمة نواكشوط في الرابع من شهر سبتمبر القادم. هددت وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا بإغلاق مدارس التعليم الخاصة التي لا تقول تستجيب إن التغاضي عن المؤسسات الحرة في دفتر جعل الكثير منها يضرب عليه من طرف مؤسسات التعليم الخاصة في البلد. ودعت الوزارة في بيان صادر عنها مؤسسات التعليم الخاص إلى ضرورة الالتزام بمضمون دفتر الالتزامات قبل حلول 20 من شهر سبتمبر، وإلا فإنها ستعرض نفسها للإغلاق. تثير الحمى المنتشرة هذه الأيام بكثرة في مقاطعة عرفات وبعض مقاطعات العاصمة نواكشوط، تثير مخاوف الكثير من الساكنة بسبب سرعة انتشارها، ويعتبر الصداع وارتفاع الحرارة وفقدان الشهية أبرز أعراض هذه الحمى التي يتخوف البعض من أن تكون حمى الضنك. نختم بهذا الخبر الرياضي، حيث فسخ نادي الكونكورد عقد مدربه سيد أحمد ولي القاسم بعد أن أمضى مواسم يتولى تدريب النادي. ويأتي فسخ عقد ولي القاسم في ظل عدم تحقيق الكونكورد أي لقب مع المدرب طيلة المواسم الماضية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله.